السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. النهاردة نقدم لكم موضوع عن فوائد الكركديه. الكركديه مفيد لصحة البشرة. الكركديه مفيد لصحة الشعر. الكركديه مفيد للقلب. الكركديه مفيد للإمساك. تفعل لايك بالفيديو، اشتراك في القناة، تفعل الجرس وشير لايك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل تعلم ما هي الفوائد الصحية لتناول الكركديه؟ الكركديه فوائد الكركديه عديدة، سواء كان الكركديه البارد الذي يقع في الماء لفترة أو الكركديه الساخن الذي يغلي على النار. والكركديه نبات شجيري موطنه الأصلي آسيا، وله أنواع كثيرة يصل عددها إلى 232 نوعا، بعضها طبية والآخر غير طبية. والكركديه نبات له أزهار جميلة لونها أحمر فاتح أو داكن، يزرعها البعض للزينة والآخر للحصول على إنتاج، وذلك عن طريق تجفيف أوراق الكركديه بعض نضجها ثم بيعها في الأسواق. الكركديه يزرع الكركديه في الصين والمناطق الاستوائية والمكسيك ومناطق شبه الاستواء وفي كثير من الدول العربية، ومن أكثر المناطق العربية التي تزرع فيها الكركديه مصر والسودان. يستخلص من الكركديه بعض السوائل التي لها استخدامات خاصة. يستخدم مشروب الكركديه بنوعيه البارد أو الساخن للشفاء أو الشرب، فهو من أهم المشروبات الحامضية التي تتميز باللون الأحمر. وقد اعتاد أغلب الناس على شرب مشروب الكركديه صيفا، خصوصا لدى الرياضيين، ليظل جسمهم رطبا أو شتاء للحصول على الدفء، فلا يحتاج تحضيره لعدة دقائق لاحتوائه على البروتين والأملاح المعدنية والكالسيوم والأحماض. والكركديه له استعمالات كثيرة للصحة وفي المنزل للكبار والصغار، ويدخل في مستحضرات التجميل لصنع الشامبوات والصابون. كما اعتادت بعض البلدان على تقديم مشروب الكركديه في بعض المناسبات لكونه مشروب وردي يدل على الفرحة. لذلك في هذا الفيديو سوف نتعرف على أهم الفوائد الصحية لتناول الكركديه. متابعين الكرام، لا تعد هذه المعلومات مرجعا طبيا، وفي حالة القلق منها يجب عليكم استشارة الطبيب، وهذا لاستخدام أكثر أمان. الكركديه جميع فوائد الكركديه كثيرة، فهو نبات له استخدامات كثيرة منذ القدم في الطب القديم، وله أصول عند الفراعنة القدماء وأيضا في الطب الحديث مع شركات الأدوية في مستحضرات التجميل ومع صانعي الطعام والحلوى في تلوين الطعام. وأيضا الكركديه مهم لصحة الإنسان كدواء منزلي متوفر في المنزل يخفف الألم ويسكنها، وقد يضاف له الليمون ليعزز نكهة الكركديه. لذلك قد تكون سمعت هذه المعلومة من والديك وقمت بتجربتها أو تفكر في تجربتها. ومن فوائد الكركديه العظيمة ما يأتي. فوائد الكركديه للبشرة: يستخدم الكركديه مع بعض الماسكات كمقشر للبشرة، ويقلل من جفاف البشرة فيجعلها رطبة وأكثر نضارة. الكركديه يساعد الوجه من التخلص من الرؤوس السوداء والحبوب. ويدخل الكركديه في أدوات التجميل النسائية مثل أحمر الشفاء وغيرها من مساحيق التجميل الطبية. الكركديه وفوائده الصحية للشعر: الكركديه يعالج مشاكل التلف وتساقط الشعر. الكركديه يطول ويقوي الشعر لتنشيطه لفروة الرأس. ويستخدم الكركديه مع الحناء لصبغ الشعر بلون أحمر طبيعي له لمعان وبريق رائع، بدلا من استخدام صبغات الشعر الضارة التي تحتوي على مواد كيميائية تتلف الشعر. فوائد الكركديه للمرأة الحامل: يحمي بعض الحوامل من الإصابة بتسمم الحمل وارتفاع ضغط الدم، ولكن يجب استشارة الطبيب. تنصح الحوامل التي أتمت الثلاثة شهور الأولى من فترة الحمل بتناول مشروب الكركديه حتى يستفيد جسمها من مضادات الأكسدة، والتي من أبرزها الفلافونيدات، لكن يجب على الحامل أولا استشارة الطبيب. فوائد الكركديه للمرأة: إن تناول الكركديه يساعد على تسكين آلام الطنث الدورة الشهرية، يؤثر على النشاط الهرموني للمرأة ويساعد على حدوث الحملة. الكركديه يساعد في تقليل الهبات الساخنة التي قد تصيب النساء في سن اليأس، أي ما بعد الأربعين، بسبب خلل التوازن الهرمونية في جسم المرأة. فوائد الكركديه للتخسيس: يقلل الكركديه الوزن لقلة نسبة الدهون فيه واحتوائه على الألياف التي تعطي شعورا بالشبع وامتلاء المعدة، فيستطيع الجسم حرق الدهون الزائدة.
الكركديه يمنع امتصاص الكربوهيدراتها ومنع تخزينها في الجسم، حيث تعتبر سببا في زياده الوزن. الكركديه وفوائده الصحيه للقلب: الكركديه يخفض الكوليسترول في الدم ويساعد على زياده الدوره الدمويه مما يساهم في تنشيط القلب وتقويه الضربات مما ينشط الدماغ. الكركديه يخفض الكركديه ضغط الدم المرتفع الذي قد يسبب امراض كثيره مثل الجلطه خصوصا لكبار السن. فوائد الكركديه للجهاز الهضمي: الكركديه يحمي الجهاز الكبدي من التلف ويقويه على اداء وظائفه كما ينبغي، ويساهم في القضاء على البكتيريا بسبب وجود الاحماض في الكركديه. الكركديه يقلل من مشاكل الجهاز الهضمي في حالات الاسهال وعسر الهضم، ويعتبر ملين في حالات الامساك فيحد من الاصابات بالبواسير او الشروخ الشرجيه، ويساعد في القضاء على بعض الديدان مثل الدودة الاسطوانية والدودة الشريطية. الكركدية يساعد الجسم على اخراج الماء الزائد من الجسم مما يخلص الجسم من السموم ويصفي الكلى مما يطهر الجسم، وذلك لان الكركدية من مدرات البول. فوائد الكركدية للاطفال: الكركدية مهم لصحة الاطفال ليحتويه على الفيتامينات الضرورية ويقوي الاسنان والعظام ليحتويه على عنصر الكالسيوم. الكركديه يحتوي الكركديه على فيتامين جيم الهام في نمو خلايا الجسم، ويساهم في القضاء على البكتيريا التي تسبب الاصابه بسرطان القولون. فوائد الكركديه في المنزل: في الجو الحار يجعل مشروب الكركديه الجسم رطبا ومنعشا لفتره طويله مما يقلل العطش السريع، ويستخدم الكركديه كثيرا في المطبخ مع الكثير من الاطعمه كلون صحي في تلوين الكيك والكريمة والبيضة. الكركدية يدخل الكركدية في علاج الكوليرا، ويؤخر الكركدية الشيخوخة المبكرة، ويقوي الكركدية المناعة. الكركدية إن تناول الكركدية يزيل رائحة الفم الكريهة، ويساهم الكركدية في علاج الحمى، ويساهم في تأخير نمو الورم السرطانية في الجسم لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة. الكركدية ويساعد الكركديه في تقليل الاكتئاب وعلاج تقلب المزاج السريع، حيث يمنح الكركديه الجسم الاسترخاء ويساهم في علاج مرضى السلة الرئوية. الكركديه له قيمة غذائية هامة للجسم ليحتويه على نسبة مرتفعة من حمض الاسكوربيك اوميغا 3 واوميغا 6. الكركديه يقضي على الجراثيم المهبلية والشرجية. الكركديه مفيد للأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين سي، فكلما أدجرهم كركديه تحتوي تقريبا على ثلث فيتامين سي الذي يحتاجه الجسم في يوم واحد. الكركديه يساعد في علاج القروحة والالتهابات المزمنة التي يسببها فيروس الهربس التناسلي الذي ينتقل من شخص لآخر، ومن هذه الحالات انتقل الفيروس إلى الطفل الرضيع من الأم خلال الولادة. ويساهم الكركديه في علاج القروحة التي تصيب الجلد، ويساعد في تفكيك الحصوات على الكلى. ويساعد الكركديه مرضى النقرس في تخفيف الآلام الشديدة، ويحوي الكركديه نصف الحديدة وفيتامين بي واحد الذي يحتاجه جسم الإنسان يوميا. ويساعد شراب الكركديه في تخفيف أعراض التهابات المفاصل الروماتيزمية، ويفيد مرضى السكرية. الكركديه تدخل بعض عناصر نبتة الكركديه في صناعة الأدوية الطبية والمكملات الغذائية، ويعالج الكركديه أمراض الجهاز التنفسي ووقف السعالة وتخفيف نزلة البرد والتهاب الحلق. كيفية تحضير مشروب الكركديه: تحضير مشروب الكركديه البارد: نحضر عدد كافي من ورقات الكركديه أو ملعقة كبيرة من مسحوق الكركديه الخام، ثم نضعها في إناء به ماء ونتركها عدة ساعات حتى يصبح لون الماء أحمر داكن، ويحلى بالسكر أو العسل حسب الرغبة ويترك في الثلاجة ليصبح باردا. كيفية تحضير مشروب الكركديه الساخن: في إناء على النار نضع الماء ونتركه يغلي، ثم نضيف عددا كافي من ورقات الكركديه أو ملعقة كبيرة من مسحوق الكركديه الخام ونتركه يغلي، ثم يصفى في الكوب ويحلى حسب الرغبة أو يشرب بدون سكر. متابعين الكرام، بعد أن تعرفنا على أهم الفوائد الصحية لتناول الكركديه، نتمنى لكم صحة جيدة خالية من الأمراض، ولا تحاول الإفراط في تناول مشروب الكركديه أكثر من اللازم فيسبب لك أضرار. نتمنى لكم دائما دوام الصحة والعافية. يا رب تكون استفدت من هذا الفيديو، فصلوا لايك وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.